الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. عايز أكلمكم النهاردة عن قول السيد المسيح: من يقول الناس إني أنا؟ الناس بيقولوا أنا مين؟ من يقول الناس إني أنا؟ في الحقيقة شخصية المسيح شخصية حيرت الناس من كل ناحية، حيرتهم. ده يبقى مين اللي بيعمل الأعمال دي، ومين اللي بيقول الأقوال دي، ومين اللي عنده هذه القوة الجبارة والطاقة العظيمة الموجودة؟ من يقول الناس إني أنا؟ في ناس افتكروه يوحنا المعمدان وقد قام من الأموات، لدرجة أن هيرودس الملك نفسه ابتدى يخاف وظنوا أن هو يوحنا المعمدان قام من الأموات. وبعض الناس قالوا ده إيليا، إيليا اللي صعد للسماء في مركبة نارية. والبعض قالوا ده أرمية، والبعض قالوا ده المسيح، والبعض قالوا هو ده المسيح المنتظر. والبعض قالوا قام فينا نبي عظيم. والسيد المسيح سأل التلاميذ: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فقال له بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وفي الحقيقة عبارة ابن الله قيلت من زمان، يعني مش بطرس أول واحد قالها، ده ناثانائيل قال له كده، والناس اللي في السفينة قالوا كده، وناس كتير قالوا أنت ابن الله. الشياطين نفسهم ما كانوش يعرفوا ده مين، مستغربين يطلع ايه ده، ايه القوة الجبارة دي التي لم يتصل بها احد من البشر اطلاقا، يطلع ايه. احيانا كانت الشياطين تشوفه فتخاف وترتعب وتقول له: اجئت قبل الوقت اللي تعذبنا؟ نحن نعلم من انت، أنت قدوس الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون. وبعض الأوقات كانت الشياطين تسأل: هل أنت ابن الله؟ لو كنت ابن الله قل إن الحجارة تصير خبز. وعلى الصليب قالوا له: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. شخصية محيرة، مش عارفين يطلعوا ايه. حتى الشيطان بكل مكره وكل عقله وكل حيله مش قادر يعرف. مرة يقول هو ابن الله، ومرة يقول لا. من تواضع المسيح بقى يشك في الموضوع، ومن معجزاته بقى يقول يبقى هو، وان قال ان هو يبقى زي ما قال معلمنا يعقوب: الشياطين يؤمنون ويقشعرون. واختلف فيه أيضا الكتبة والفريسيون. فكانوا يشوفوا كثير من المعجزات بتحدث يوم السبت، يقولوا ده يبقى كاسر للسبت، يبقى مش هو ابن الله، يبقى مش هو المسيح. والمسيح كان يتعمد
في كثير من الأوقات أن يعمل معجزاته في يوم سبت، زي ما أقام لعازر في يوم سبت معجزة جبارة لم تحدث من قبل، أن إنسان يقام من الموت بعد 4 أيام بعد أن قيل إنه أنتن. طب يا رب ما تعملها في ميعاد ما يقولوش فيه كده وخليهم يؤمنوا بالمعجزة. يقول لا، أعملها في يوم سبت، وإذا كانوا عايزين يؤمنوا يؤمنوا، ما يؤمنوش هم أحرار. أنا مش بترجى إيمان الناس. الراجل اللي بقاله 38 سنة عيان يقيمه في يوم سبت، المولود أعمى يديه البصر في يوم سبت، حاجات تحير. كانت شخصية المسيح بالنسبة للناس شخصية محيرة، يشوفوا المعجزات يقولوا هو، يشوفوا يوم السبت يقولوا مش معقول. السيد المسيح في نظر كثير من الناس كانوا يسمونه المعلم، المعلم، والبعض كان يدعوه المعلم الصالح. والعظة على الجبل كانت مذهلة بالنسبة للناس، فيها أسمى التعاليم وأقواها وأعمقها، وفي نفس الوقت فيها السلطان. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم، ده محدش يقدر يقول الكلام ده غير ربنا. إيه ده يطلع إيه؟ لذلك قيل إنهم بهتوا من تعليمه، بهتوا من تعليمه، لأنه كان يكلمهم بسلطان وليس كالكتبة. وكان هذا المعلم يعلم في كل مكان وفي كل وقت، ويعلم حتى معارضيه ومنتقديه، حتى الكتبة والفريسيين يعطيهم تعليما، ودول أيضا كانوا يقولوا له يا معلم، ما يقدروش ينكروا من العبارة دي. معلم وبيعطي شريعة ويعطي العمق في التعليم وليس مجرد الحرف. ولذلك في مسألة السبت كان يعطي العمق، هل يحل فعل الخير في السبوت أم لا يحل؟ هل ممكن العمل الصالح في السبت ولا لا؟ هل تأخذون شكلية السبت أم روحه؟ هل لو وقع حمارك في يوم سبت ألا تقيمه؟ الختان بيختم في اليوم الثامن، فإذا اتولد في يوم سبت يبقى اليوم الثامن سبت، يتم ولا لا؟ الكهنة لما بيعلموا في يوم السبت هل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ تعليم يخش في العمق، مش شكليات، مش مجرد نصوص. فلذلك كانوا بيتحيروا من تعليمه. وكان يتكلم من جهة النبوءات، وكان في تعليمه إذا سأل سؤال ما يعرفش حد يجاوب إطلاقا. مرة قال لهم يعني مدام داود بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني، فازاي يبقى ابن داود ورب داود؟ فاتلخموا وسكتوا ما عرفوش يجاوبوا. وبرضه لما كان يجادل الكاتب والفريسيين كانوا يتلخموا وما يعرفوش يجاوبوا. وكان له الذكاء والإجابة المباشرة التلقائية القوية التي لا يعرف أحد أن يجيب عليها. يعني كانوا يروا أن هو معلم، ومعلم في منتهى الذكاء لو صح التعبير، يعني هو العقل الكلي، هو اللوجوس
هو عقل الله الناطق ونطق الله العقل. لكن بالنسبة للناس يقولوا كده، يصح ندفع جزية القيصر ولا هاتوا العملة عليها صورة قيصر، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. مش عارفين، عايزين يصطادوه بكلمة ومش عارفين يصطادوه. بالنسبة للناس كان معلما وكانوا يدعونه المعلم والمعلم الصالح. وبالنسبة للناس كان يعمل معجزات لم تحدث من قبل إطلاقا. هو الوحيد في العالم كله الذي ولد من عذراء، لم يولد أحد من قبل بهذه الطريقة ولم يولد أحد من بعد بهذه الطريقة. وهو الوحيد الذي وهو صبي كان يفحم الشيوخ، شيوخ الكهنة والكتبة، وكانوا يتحيرون من إجاباته ومن عقله. وهو الوحيد الذي كان يقيم الموتى بالأمر، بالأمر. بالنسبة لابن أرملة نايين: أيها الشاب لك أقول قم، فقام بلا صلاة. بالنسبة لابنة ييروس: مد ايديها وقال لها يا صبي قوم، فقامت بالأمر. إن كان بالنسبة لإعازر سبقها حديث مع الآب برضو لإخفاء لاهوته عن الناس، لكن برضو بالأمر لعاذر هلم خارجا. بالنسبة للناس كان هو الوحيد الذي يمكن أن يغفر الخطايا بكل صراحة، زي معجزة المفلوج، قال له مغفورة لك خطاياك، ودي تبقى مقدمة للشفاء إن كان المرض نتيجة خطية، فيبقى الخلاص من الخطية والغفران يسبق الشفاء. حتى إنه قالوا ده بيتكلم بتجاديف، والمرأة الخاطئة قال لها مغفورة لك خطاياك، يبقى ده يطلع إيه؟ اللي بيغفر الخطايا كده ده بيطلع إيه؟ وبالنسبة للناس كانوا يتعجبون أحياناً أنه يجيب على أفكارهم وليس على أقوالهم فقط، يجيب على أفكارهم. يعني واحد يفكر في حاجة فالمسيح يرد على فكره، زي سمعان الفريسي في قصة المرأة الخاطئة اللي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسه. الكتاب بيقول: قال سمعان في قلبه: لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. ده ألف قلب. فالمسيح قال له: يا سمعان عندي كلمة لأقولها لك، وبدأ يجاوب على اللي في قلبه. في قصة المفلوج لما قال للمفلوج مغفورة لي خطاياك، بدأ الكتب والفريسيين يتذمروا وقالوا في فكرهم، ما قالوش بلسانهم، كيف يغفر الخطايا؟ لا يستطيع أحد أن يغفر خطايا الله. فأجابهم المسيح على أفكارهم، قال لهم: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا، أقول للمفلوج قم احمل سريرك وامشي. هنا برضو تلاحظوا إنه الوحيد الذي يشفي الأمراض بالأمر، يشفي الأمراض إيه؟ بالأمر.
يعني في قصة المفلوج ما وقفش يصلي ويقول يا رب اشفيه، ده قال له قم بالأمر احمل سريرك وامشي. وفي مريض بيت حزدة اللي بقى له 38 سنة قال له قم احمل سريرك وامشي. صاحب اليد اليابسة قال له مد يدك فعادة سليمة. ايه ده؟ ده بالأمر، ما حدش حصل كده. فكان الناس يتعجبون، يتعجبوا منه، ده بيحصل الكلام ده ازاي؟ بالأمر. بل في قصة تحويل الماء إلى خمر من غير أمر، بمجرد رغبته الشخصية وإرادته اتحولت. تحويل ماء لخمر في عرس قنا الجليل موجود في يوحنا إصحاح 2. المسيح ما رشمش على المية وقال فلتتحول المية الخمر، ما حصلش أبدا. قال لهم املوا الأجران ماء، ملأوها، قال لهم طب اشربوا. طب ما فيش كلام خالص، شربوها، لقوا مادة جديدة قد خلقت. وهنا وجدوا مادة قد خلقت، وبصوا في معجزاته لقوا فيها قوة الخلق، ان قدر يخلق مادة جديدة ما كانتش موجودة. معروف المية اكسجين وهيدروجين، طب الخمر الكحول ده جه منين؟ عصير الكرمة جه منين؟ اتخلقت مادة جديدة. في معجزة الخمس خبزات والسمكتين لقوا ايضا قوة الخلق، اتخلقت مادة جديدة ما كانتش موجودة. الناس كانوا يتعجبون من معجزاته، ان يعمل المعجزة بالامر، يعمل معجزة بمجرد ارادته، يعمل معجزات في امراض مستعصية جدا وتبدو مستحيلة، زي اللي مولود اعمى. وفي معجزة المولود اعمى خلق له عينين بمادة الطين اللي اتخلق بها الانسان الاول. الانسان المفتح لما تحط طين في عينيه يعمى، وده اعمى تحط طين في عينيه تتحول الى عين وتمتد لها عروق واعصاب وانسجة وشغل وحياة. ده مش بس كده، وانما ايضا في معجزات لا فيها امر ولا فيها صلاه. ما اقدرش اقول ما فيش فيها اراده، لان كل شيء بارادته. المراه اللي اول ما لمسته شفيت، مجرد تلمسه يقول خرجت قوه منه، شافت الناس. ايه ده؟ مجرد لمسه، يعني هو ما قالهاش روحي انت شفيتي، مجرد لمسته. المعجزات اللي من على بعد، واحد يجي له ويقول له ابني مريض وهيموت، يقول له روح ابنك شوفي، ولا شافه ولا قعد معاه ولا كلمه ولا حط ايده على راسه ولا حاجه بت. كان بالنسبه للناس رجل معجزات فاق الوصف، الى جوار ان معجزاته كانت بلا حصر، بلا حصر. يعني نسمع في قصص الانبياء والرسل والقديسين ان مثلا معجزة 2 3 10 20 عد زي ما تعد، لكن ده بلا حصر. يوحنا الحبيب في آخر إنجيله بيقول ومعجزات أخر صنعها يسوع لو كتبت في كتاب ما كنت أظن العالم يسع الكتب المكتوب. تبقى معجزات إيه دي؟ ملهاش حصر. وإزاي؟ نقول في إنجيل صلاة الغروب، وده متاخد من لوقا 4، الإصحاح الرابع من لوقا،
وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم أمراض يأتون بهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. ده أمراض إيه؟ كل اللي عندهم أمراض. وفي إنجيل متى برضو يقول كده، كان يقول المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. واللي عندهم مرضى أو سقماء أو مجانين أو مصروعين كانوا يجيبوهم ليه وكان يشفيهم. دول بالعدد، ما فيش عدد، ما بيتعدوش. ده المعجزات اللي اتكتبت لكم في الإنجيل دي مجرد عينات، عينات بينات شرحوها ليكم. كل رسول جاب لكم شوية معجزات، لأنه ما يقدرش يقول كل حاجة، هيقول إزاي بقى؟ ده يوم واحد لو ذكرت معجزاته ما تنتهيش. وبعدين كانوا يرون في معجزاته أيضا سلطانا على الطبيعة نفسها، يؤمر الريح، يؤمر البحر، يؤمر الموج فيطيع. البحر هاجع السفينة في التلاميذ، قال له اصمت ابكم اوعى تعمل صوت، بس هدي. يعمل ايه البحر ده؟ زي ما ورد في الكتاب يقول ايه، انت تدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه انت تسكتها. هو عمل كده، الناس بقوا يستغربوا. ده اللي ركاب في السفينة قالوا له بالحق هذا الإنسان هو ابن الله، قولوا ده فيه من ده كتير، هو بس دول يمشي على المية؟ مين مشي على المية غير المسيح؟ تقول لي بطرس مشي معاه، مشي بقوته، ولما خاف طب وقع، عشان القوة جاي من المسيح مش جاي من بطرس. فقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ قليل إيمان إيه؟ قليل إيمان بيه بالمسيح. يؤمر الريح، يؤمر البحر، يمشي على المية، يلعن الشجرة تيبس، شجرة التين لعنها يبس، وسلطانه كمان على الشجر، على كله. وفي حاجة مش تحت سلطانه؟ ليه سلطان على الطبيعة وليه سلطان على الموت والحياة في إقامة الموتى، وليه سلطان على الأمراض، وليه سلطان على الشياطين كان يخرجهم وكانوا يصرخوا قصاده؟ ده مرة خرج من واحد لاجئون، يعني أزيد من 6000 مرة واحدة كده بالجملة. ده ايه ده يا رب؟ الناس في ايامه كانوا متعجبين، ما هذه القوة الجبارة؟ ما هذا التعليم العجيب؟ ما هذا السلطان؟ ده له سلطان ايضا حتى على الملائكة. بعد التجربة على الجبل يقول واذا ملائكة قد جاءت تخدمه، الملائكة تخدمه، ده يبقى ايه بقى؟ ايه اللي الملائكة تخدمه ده؟ وفي العبرانيين يقول ومتى ادخل البكر يقول فلتسجد له ملائكة الله، وتسجد له كل ركبة ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض. يطلع مين ده اللي تسجد له الكل ده؟ معجزات ملهاش عدد، وكلها عجب وبالامر وبالإرادة. معجزة أنه يدخل من الأبواب المغلقة وهو بجسد مش مجرد روح، دخل على التلاميذ والأبواب مغلقة. معجزة، احنا قلنا قراءة الأفكار والخفيات والظاهرات،
والكثرة العجيبة اللي في المعجزات. فبالنسبة للناس كان المسيح مصدر قوة عجيبة، وأيضا معجزة لم يعملها أحد، في إنه هو بنفسه قام من الأموات. يعني كل الذين قاموا من الأموات من قبل أقامهم غيرهم. يعني ابن أرملة صرفت صيدة أقاموا إليه، ابن الشنمية أقاموا إليشا، التلاتة اللي ورد ذكرهم أقامهم المسيح، لكن ما وجدش حد ميت يقوم بنفسه كده من غير ما حد يقيمه. ولذلك أنا بالنسبة للمسيح أسميها قيامة، وبالنسبة للباقيين ممكن أسميها إقامة، إقامة من الأموات، أقامهم غيره فهي إقامة من الأموات، لكن ده هو قام لوحده، وقام لوحده وخرج من القبر المغلق وهو مغلق، يخرج من الأوضة المغلقة ويجتاز الحواجز، ويخرج من القبر المغلق ويظل القبر مغلق ويجتاز الحواجز، ويخرج من رحم العذراء وهي ما تزال بكر ويجتاز الحواجز. إيه ده يبقى إيه ده؟ الأناجيل لم تذكر المعجزات اللي عملها في مصر لما جه وهو طفل، لكن معجزات كتيرة خالص حفظها لنا التقليد. ده المسيح، من يقول للناس إني أنا؟ يقول للناس أنت مين؟ أنت صانع المعجزات العظيم، أنت القوة الجبارة اللي لها سلطان على البحر، على السماء، على الهواء، على النباتات، على الحياة، على الموت، على الأمراض، على الشياطين، مفيش حد مش تحت سلطانك. والعجيب في قوة المسيح إنه ليس فقط قوي، وإنما أيضا يمنح القوة لآخرين. يمنح القوة إيه؟ لآخرين. يقول للتلاميذ أرسلهم وقال لهم إيه؟ اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين بالأمر. جم فرحانين، حتى الشياطين تاخد عليهم اسم. قال لهم ده حاجة بسيطة، أنتوا تفرحوا على حاجات صغيرة زي دي؟ افرحوا لأن أسماءكم قد كتبت في السماوات، لكن دي حاجات بسيطة، دي حاجات فك. ولما قبل ما يصعد قال لهم برضو كده، أعطاهم نفس السلطان. تلاقوا موجود الكلام ده في لوقا 24 وفي متى 16، في مرقس 16. اداهم، يدي غيره القوة إنه يعمل معجزات، مش هو بس يعمل معجزات، ويدي غيره القوة. ولذلك الفرق بين المعجزات اللي عملها المسيح والمعجزات اللي عملها التلاميذ، ان المعجزات اللي عملها المسيح عملها بقوته هو، بقوته الخاصة، ومعجزات المسيح، معجزات التلاميذ عملوها بقوة المسيح. وذاك بطرس لما شاف الرجل الأعرج قال لهم ليس بقوتنا أو تقوانا جعلنا هذا يمشي، ده يسوع المسيح اللي انتوا صلبتوه اللي هو ده اللي أقامه. من يقول الناس إني أنا؟ يقولوا أنت المعلم الصالح، ويقولوا إيه تاني؟ يقولوا أنت قارئ الأفكار، وأنت اللي بتخلق، وأنت اللي بتعمل المعجزات. ويقولوا ايه تاني؟ ويقولوا انت ابن الله. مش ابن الله بالمعنى العام الذي ينطبق على جميع الناس، زي ما تقروا في تكوين 6 يقول لك رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات، ده لقب عمومي. ولا زي ما يقول يا ابانا الذي في السماوات، ده لقب عمومي. أو زي ما يقول أشعياء أنت أبونا، أنت يا الله أبونا، ده لقب عمومي. أمال إيه؟ ده ابن الله الوحيد، ابن الله الإيه؟ الوحيد. وابن الله الوحيد
ذكرها يوحنا الإنجيلي أربع مرات. ذكرها إيه؟ أربع مرات. في يوحنا 3:16-18 قال: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. اللي بيؤمن بيه ده يخلص، واللي ما بيؤمنوش يدانوا لأنهم لم يؤمنوا باسم ابن الله الوحيد. مرتين جنب بعض كده في يوحنا 3. ويقول في يوحنا 1:18: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر. في يوحنا الأولى إصحاح 4:10 يقول: أرسل ابنه الوحيد إلى العالم كفارة عن خطايانا. ابن وحيد، الوحيد لأنه الوحيد الذي من جوهره، الوحيد الذي من طبيعته، الوحيد الذي من لاهوته. أما بقية الناس أبناء بالمحبة، بالتبني، بالتشريف، قولوا زي ما تقولوا، لكن الوحيد اللي من طبيعته من جوهره هو ده. انت ابن الله، سمعناها من كتير خالص، من التلاميذ، من بطرس، من نسانائيل، من اللي كانوا في السفينة، حتى الجندي اللي كان جنب الصليب قال بالحقيقة كان هذا ابن الله. شهادات كتيرة جدا. وقالوا عنه: هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. ايه ده؟ ده الواحد لو يشوف ألقاب المسيح يلاقي ملهاش حصر. وبس كده، وهو نور العالم، وهو الراعي الصالح اللي يبذل نفسه على الخراف، وهو الفادي، وهو المخلص. ويخلص ايه؟ يخلص من الخطايا. يعني يمكن في ناس يخلصوا اخرين من مشكله، لكن ده يخلص من الخطايا. سموه يسوع معناها مخلص، لانه يخلص شعبه من خطاياه. من يقول الناس اني انا؟ انت يا رب الكل في الكل. هو انت كل دول بس؟ انت كل حاجه، كل حاجه. لكن على الرغم من كل هذا، السيد المسيح كان له أعداء ما يقولوش الكلام ده. ما يقولوش إيه الكلام ده؟ يعني ليه أعداء على الرغم من كل الكلام ده؟ من يقول للناس إني أنا؟ الكتبة والفريسيون يقولوا ده أكول وشرب خمر، ده بيعاشر الخطاة والعشرين، ده كاسر للسبت، ده مجدف، يتكلم بتجديف لما يقول المغفرة خطيئة، ده مضل وضال. لما صلبوه قالوا لبيلاطس: تذكرنا أن ذلك المضل، مضل كل المعجزات دي وما بتستحوش، ما تتكسفوش. صحيح زي ما بيقول سليمان: وإن دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته. ولذلك قال لهم المسيح: لو لم أصنع بينكم أعمالا لم يعملها أحد من قبل لما كانت لكم خطية، لكن بعد اللي شفتوه تبقى خطيتكم باقية. ويقولوا بس عليه كده؟ يقولوا ده ببعلزبول بيخرج الشياطين. يا ناس اتكسفوا، مفيش فايده. يقولوا عليه ان حسب شريعتنا ينبغي ان يقتل، ويفضل عليه براباس اللص والقاتل، يجب ان يموت.
المسيح على الرغم من معجزاته له أعداء وله مقاومون وظنوه منافسا لهم. ده ناس نادوا به ملكا وهو قال مملكتي ليست من هذا العالم. في ناس أحبوا المسيح حتى المنتهى وناس كرهوه جدا على الرغم من كل المعجزات والخير اللي عمله. ده بعد معجزة إقامة لعازر فكروا أنهم لازم يموتوه وبدأت المؤامرة. من أجل هذا ما يصحش حد يزعل لما يلاقي ليه مقاومين على الرغم أنه بيعمل خير. في خير أكتر من اللي عمله المسيح ومع ذلك كان له مقاومون يريدون أن يقتلوه. ده مرة حبوا يزقوه من على الجبل يموتوه، ومرة مسكوا حجارة ليرجموه، وبعدين تآمروا عليه. اوعوا تفتكروا ان المسيح يعني جاء بهذه القوة يرهب الناس، ابدا. المسيح على الرغم من كل ما قلناه كان يعيش في بساطة كاملة كواحد منا، بل اخشى ان اقول بل حتى الامكانيات اللي عندنا ما كانش بيتمتع بها في فترة تجسده. يعني كل واحد مننا على اللي قال لي ليه بيت، لكن المسيح لم يكن له أين يسند رأسه، ملهوش مكان. كل واعظ ليه مكان بيوعظ فيه، والمسيح ما كانش ليه مكان. كان يعظ في البرية، كان يعظ فوق الجبل، كان يعظ في أحد البيوت، كان يعظ في الشوارع، كان يعظ عند البحيرة، كان يعظ في الحقول، ملهوش مكان. قال لهم للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ملهوش مكان ولا ليه حتى وظيفة، مفيش وظيفة. هو بيسموه معلم ومش واخد وظيفة معلم رسميا من المجمع اليهودي اللي عايش فيه، هو معلم كده قطاع خاص. صحيح مش وظيفة رسمية، ومع انه الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق ما كانش ليه وظيفة كهنوت، لان الكهنوت كان من سبط لاوي من بني هارون وهو من سبط يهوذا. ففي نظر الناس يعني حتى ما بيعتبرهوش كاهن، وهو لم يمارس حتى العملية اللي بيقوم بها كهنة اليهود. لما شاف الأبرص قال له اذهب أري نفسك للكاهن. يا رب ده أنت رئيس الكهنة الأعظم. معلش مرروه مرروه وخلوهم ياخدوا راحتهم، لأن هذه ساعتهم وسلطان الظلام. مرروه وعاش بلا لقب. ولكنه مع ذلك كان رجل الجماهير العجيب، رجل الجماهير العجيب. يمشي تتبعه آلاف من الناس. في معجزة الخمس خبزات والسمكتين الناس اللي كانوا بيسمعوا وعظوا كان 5000 من الرجال غير النساء والأطفال. غير النساء وإيه؟ والأطفال. يعني لو كل واحد معاه واحدة ست وعيل ولا عيلين دول بيطلعوا 15,000 بقى ولا إيه؟ وفي قصة المفلوج كان الزحام حواليه لدرجة الناس ما عرفوش يدخلوا المفلوج، نزلوه من السقف. وفي قصة زكى العشار ما عرفش زكى يشوفه من كثرة الزحام والآلاف فطلع فوق شجرة. كان رجل الجماهير. العجيبة في
فترة تجسد السيد المسيح على الأرض إن كان الرؤساء يكرهوه وكان الشعب يحبوه. وهو كان يحب الشعب وملهوش دعوة بالرؤساء. يعني لم نسمع إنه زار بيلاطس، لكن سمعنا إنه زار لعازر ومريم ومرسى. ما سمعناش إن استضافوا هيرودس ولا حنان ولا قيافة، لكن استضافوا زكة في بيته بتاع جماهير بتاع شعب، وكان بسيطا يعيش مع الناس مثلهم زيهم، يختلط بيهم يعيش معاهم. العظمة بتاعت الكتب والفريسيين والنفخة إياها دي، ويعرضون أهداب ثيابهم ويحطوا مش عارف إيه على رأسهم وغيره، لا وعصائبهم ما فيش. ده راجل بسيط ماشي وسط الناس ببساطة، لا مظاهر ولا مناظر ولا عظمة ولا نفخة ولا ألقاب، أهو ماشي. والتلاميذ اللي صار وراءه صاروا وراء المجهول وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون. أنت ماشي فين؟ أنا ماشي وراء المسيح. وظيفتك إيه؟ بعرفش. كل وظيفتي إن أنا تابع لهذا المعلم الصالح، في كده تاني مفيش. وتميز المسيح أيضا بميزة لم يتميز فيها أحد، لم يتميز بها أحد منذ بدء الخليقة حتى الآن، وهي البر الكامل الذي قال فيه: من منكم يبكتني على خطية. العالم كله كان محتاجا إلى الخلاص، حتى العذراء مريم قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. والمسيح هو الوحيد الذي لم يكن محتاجا إلى خلاص، بل هو المخلص الذي يخلص الكل. هكذا كان المسيح. من يقول الناس إني أنا؟ أنت يا رب كلك حلاوة وفمك مشتهيات، أنت أبرع جمالا من بني البشر، أنت الحب كله والقوة كلها والعقل كله، أنت الإب، أنت اللوجوس، أنت كل شيء لنا ولكل العالم، لك المجد الدائم إلى الأبد، أمين. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.